بالتعليق على أداء الأسواق العالمية تنضم معنا لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي. أهلا بك لينا. أهلا لينا بك. كما تابعنا قبل قليل في التقرير بايدن ينادي بإقرار خطته الاستثمارية للتصدي للصين، وأيضا هو في صدد أو بصدد إصدار مقترحه الأول للإنفاق المالي. كيف ترين كل هذه الظروف وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي؟ نتحدث بالنسبة لجو بايدن وقام بتجديد سياسته النقدية، طبعا بسياسة مرنة حول سيبقى على سياسته التحفيزية سواء ببرنامج شراء الأصول وأيضا إبقاء أسعار الفائدة متدنية حتى صفر حتى عام 2023، وأيضا حول الشأن الشؤون السياسية بالنسبة بالعلاقات التجارية بينه وبين الصين. سوف يكون بالتالي هذا التأثير على الاقتصاد الأمريكي سيكون له تأثير طبعا إيجابي حتى يتم التوصل إلى التوظيف الكامل أيضا، وأيضا لوصول مستويات التضخم المستهدفة فوق 2% و 2.4%. فبالتالي كل هذه السياسة التي عم بيتبعها جو بايدن وخطط التحفيز اللي عم بيقوم فيها أكيد لها تأثير، ولاحظناها وشهدناها من حيث البيانات الإيجابية التي عم تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية سواء من مؤشرات الـ ISM لقطاع التصنيع لقطاع الخدمات، أيضا عم نشوف البيانات الوظائف الأمريكية كلها تأثيرات إيجابية قادمة من الولايات. طيب بالنسبة للدولار، تحركات الدولار في هذه في كل هذه الظروف التي ذكرتها قبل قليل، خاصة أنه اليوم يسجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين. نعم، بالنسبة لتراجعات الدولار بعد تصريحات جو بايدن بشأن البقاء على سياسته التحفيزية كما هي وحول برنامج الأصول وبقاء أسعار الفائدة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد ما ارتفعت ووصلت إلى أعلى مستوياته في 14 شهرا، نحن عم نتراجع، هذا عم بيخلي الدولار الأمريكي متراجع. فتلك المخاوف أنه ما رح يقوم برفع الفائدة، كانت توقعات الأسواق أنه يقوم الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لكن لن يقوم بها حتى يستهدف التوظيف الكامل وأيضا لتصل مستويات التضخم. فبالتالي لدينا الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية عم نشاهد بعض التراجعات، لأن أيضا حزم التحفيز الأمريكية سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وبالتالي وعدم رفع أسعار الفائدة لن يكون بصالح الدولار الأمريكي، وبالتالي هناك مستويات دعم 93 مقاومة 93.50 ل 94 إذا لم يستطع تحقيقها والبقاء فوقها فسيكون لدينا هبوط للدولار الأمريكي أمام سلم العملات الرئيسية. أيضا هناك توقعات بتراجع المخزون العالمي من النفط الخام على الرغم من قرار دول أوبك بلس في من بزيادة إنتاجها، ما هو تعليقك؟ هلا بالنسبة بشكل عام النفط، نحن عم نشوف اليوم البيانات سواء عم تزيد أوبك بلس إنتاجها، وكان ليس بال الزيادة اللي قامت بها أوبك بلس لا تعتبر بالأرقام الكبيرة، هناك توقعات بأن تبقى الارتفاعات بشكل بسيط الارتفاعات، عم نحكي عن 350 ألف برميل ثم يتم الرفع ل 440 ألف برميل، لكن وعم نشوف من جهة أخرى تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكالة الطاقة الدولية عم تتوقع أنه ترفع الطلب توقعاتها للطلب العالمي عن النفط ب 180 ألف برميل يوميا، هي تعتبر إيجابية نوعا ما ويجب أن تدعم أسعار النفط نحو الارتفاع، لكن مع التوقعات أنه أسعار مع التوقعات أنه عم نشوف أنه مخزونات البنزين عم ترتفع، وبنفس الوقت أنه في عدد الإصابات والإغلاقات الاقتصادية عم نشوفها بعدة دول أوروبية عم تحد بالمكاسب أسعار النفط، فعندنا نطاقات ضيقة واتجاه جانبي سواء للدبليو تي آي من 57 ل 62 وخط جانبي 62 ل 20. شكرا لك لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي، شكرا لك جزيلا.